اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا غياث المستغيثين وملجأ ذوي الفاقة الملهوفين نسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلني في الدنيا والآخرة من أهل لا إله إلا الله ومن خيار أهل لا إله إلا الله. اللهم إنك تقول في الحديث القدسي لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. اللهم إنك تعلم أني قد هللت هذه 70,000 تهليلة وأريد أن أدخرها لنفسي وأشهدك أني قد شتريت بها نفسي من النار وفديت بها منك يا الله من النار بثواب قراءتها التي قدرها عندك جسيم وثوابه عندك عظيم. اللهم فتقبلها مني وعاتقني بها من النار وخلصني بها من النار واجرني بها من النار واعذني بها من النار وأدخلني بها الجنة دار القرار مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل قراءتي هذه إطلاقا لي من النار وفداء لي من النار وسترا لي من النار وفكاكا لي من النار وحجابا لي من النار ونجاة لي من النار. اللهم لا تؤمني مكرك ولا توسني ذكرك ولا تكشف عني سترك
ولا تجعلني من الغافلين. اللهم اجعل نفسي نفسا طيبة طائعة تؤمن بلقائك وتقلأ بعطائك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بهذه العتاقة أن تحيي قلبي وروحي بنور معرفتك ومحبتك، وتحيي جسمي وجوارحي بنور عبادتك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك، وتشملني بخفي لطفك ورأفتك، وملكني زمام نفسي حتى أقودها إلى ما فيه رضاك، وطهرني من دنس المخالفات والغفلات يا قاضي الحاجات، ويا سامع الأصوات، ويا مجيب الدعوات. اللهم بهذه اللتاقة ارحمني إذا عرق الجبين وكثر مني الأنين. اللهم ارحمني إذا وارني التراب وأودعني الأحباب. اللهم ارحمني إذا نسي اسمي وبلي جسمي. اللهم ارحمني إذا اندرس قبري وانطوأ ذكري ولم يزرني زائر ولم يذكرني ذاكر. اللهم ارحمني يوم تبلى السرائر وتنشر الدفاتر يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.